هذه المساحة الصغيرة وهذه المعدات البسيطة كانت كافية بالنسبة لهؤلاء الشبان ليحولوا مركز إيواء النازحين إلى مساحة صديقة للأطفال تضج بالحياة والبهجة. مجموعة متطوعين قرروا وبادروا وبالفعل نجحوا في زرع الفرحة ورسم البسمة على وجوه وقلوب الأطفال هنا في منطقة الكدحة بتعز. قمنا نحن فريق أنت الخير هذا اليوم بعمل مهرجان خاص بالأطفال بأطفال نازحية الكدحة، وحيث قمنا بعمل حديقة مصغرة لهم وكذلك كرنفال صغير بقدر الإمكانيات التي نمتلكها، ونهدف من هذا كله لرسم البسمة في وجوه أطفال النازحين ودمجهم في المجتمع من جديد. استعادة الأطفال الشعور بالحياة الطبيعية التي فقدوها هو ما يسعى إليه المنظمون من خلال هذه الفعالية الهادفة أيضاً للتخفيف من المعاناة النفسية التي تسببت بها الحرب وفصول الشتات والنزوح عليهم، كونهم أكثر فئات المجتمع تأثراً بها. فيما سميت بالحديقة المصغرة تجمع الأطفال وذووهم لساعات استطاعوا خلالها نسيان الحرب ولو مؤقتاً بفضل ما توفر فيها من وسائل وفقرات ترفيهية متنوعة. هذا العمل الكبير يؤثر تأثير نفسي وتأثير إيجابي على أطفال النازحين ينسوا مرارة الحرب. توالت الأزمات نتيجة الحرب ومعها حضرت المبادرات الشبابية ذات الجهود البسيطة والأثر الكبير بشكل إيجابي طالما سعت للتخفيف من وطأة الحرب وآثارها.